تفضل تفضل اقول شفيق. قصه بس يعني إيه هذه إيه. القصه حقيقه مؤثره يعني وما زلت اتذكرها الى اليوم. الانسان يعرف انه كما له بدايه له نهايه، له نهايه صحيح. نهايته لا يعرفها متى، بدايته عرفها، نعم، نهايته سيعرفها غيره ولا يعرفها. الله صاحبت قبل 30 سنة تقريبا او اقل بقليل، صاحبت انسانا يعني جماعه الى الحج الى الديار المقدسه، كان معنا ما شاء الله في تلك الفترة الأكثر شياب، اليوم الأكثر شباب، نعم، نعم. وهذه يعني الحمد لله هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى أن أيقظ قلوب الشباب ليتصدروا. واحد من الشياب هذا الأفاضل إذا خرجنا من عمان وصلنا هناك وهو تكلم بكلمة واحدة، قل لي تكلم هذا الرجال، الله، صامت، يا سلام، روحه كأنها ما موجودة، كأن الروح تعرج في السماء والجسد معنا فقط حتى يصل إلى تلك العراس الطاهرة. فإذا وصل هنالك تكلم، ناجي الله سبحانه وتعالى، كلم الله سبحانه وتعالى كأنما يمتنع عن الكلام. وكان هكذا ديدن، كل سنة يجتهد أن يحج. ولا تقول لي اليوم بالطائرات والباصات الحافلات القديمة، ما المدارس هذيك لا تكييف ولا شيء، فيها ما فيها من الشدة وفيها ما في الطريق، ورجل كبير في السن يعني يقارب 70 أو. فلما كانت يعني بدايته هكذا و يعني طريقه هكذا مشرق، كانت خاتمته مشرقة، توفاه الله سبحانه وتعالى وهو يطوف. الله الله الله. فالإنسان ماذا يريد من هذه الدنيا؟ صحيح صحيح.